مدير مركز الدراسات العربية الإيرانية في لندن الدكتور علي نوري زادة. دكتور علي، مرحبا بكم مجددا. كيف قرأتم نتائج الانتخابات الإيرانية؟ تحياتي إليكم وإلى ضيفكم العزيز ومشاهدي الأعزاء. دعني قبل أن أعلق على أسباب فوز رئيسي أقول لكم أمرا مهما، أن انتخاب رئيسي كان محسوما منذ تقريبا 3 أو 4 أشهر حينما قرر المرشد أن يتم انتخاب رئيسي باعتباره الرجل الذي درس عنده قريب من أسرته، فبعد غيابه والأعمار بيد الله رئيسي سيلعب دور المحلل، لأنه في لجنة ثلاثية يتم انتخابه رئيسي باعتبار رئيس الجمهورية، بعدين رئيس السلطة القضائية الذي سوف يكون نائبه محسن إيجئي وممثل عن مجلس صيانة الدستور. فبوجود رئيسي وبوجود نائبه في هذه اللجنة، هذا معناه أن موضوع خلافة مجتبى خامنئي سوف يحسم بشكل طبيعي، وربما رئيسي سيلعب دور المحلل لفترة سنة أو سنتين حتى يستعد أو يكون مجتبى مقبولا من قبل الحوزة الدينية ومن قبل مراجع الكبار. فهكذا كنا واثقين وقد أعلننا منذ 4 أشهر لن تكون هناك انتخابات بل انتصاب رجل باسم سيد إبراهيم رئيسي، وهذا هو سبب مقاطعة الشعب أخي العزيز في انتخابات الذي حسب ادعاء النظام 17 مليون صوتوا لرئيسي. هناك 4 ملايين أصوات ملغية باطلة، 4 ملايين من الإيرانيين صوتوا ورقة بيضاء، وكان هناك أيضا انتخابات المجالس البلدية وانتخابات تكميلية مال مجلس الشورى ومجلس الخبراء، ورغم ذلك 4 ملايين صوت باطل. فإلى ذلك فإن هناك 3 مليون لمحسن رضائي و2.5 مليون لسيد عبد الناصر حمتي، وأيضا حوالي 1 مليون صوت لهاشم. فهكذا هذا الرجل كان منسوبا من قبل مرشد، فهو كان فقط بحاجة إلى تشريفات، إلى أمر سوري، أمر للتأكد بأن هناك انتخاب. ولكن عواقب ومخاطر انتخاب رئيسي ستكون كبيرة جدا، لأن الشارع لن يقبل بالرجل الذي الله يرحمه آية الله منتظري قد خاطبه وقال عبارات سجلت ونحن قمنا ببثها مرارا وتكرارا، قال له وللسيد نيري وللسيد إشراقي ثلاثتهم أعضاء لجنة الإعدامات، قال لهم أسماءكم سجلت في تاريخ إلى جانب هتلر إلى جانب چنگیز خان باسم قاتلين باسم مجرمين ضد البشرية. هكذا قال آية الله منتظري قائم مقام الخميني قبل أزله. وأنا أقول لكم رئيسي مرفوز، اسمه مسجل في قوائم السوداء، لن يكون قادرا على سفر خارج إيران، وهناك لجان خارج إيران قاموا بإعداد أوراق ملفات عن جرائمه لتقديمها إلى محكمة لاهاي. طيب. فسوف نرى ماذا سيحصل من سيد رئيسي إذا خرج من إيران مرة واحدة فقط.